فيلمنا ثور لاف اند ثاندر بيبدأ مع واحد اسمه جور وهو شايل بنته وباين عليهم انهم تعبانين، وبعدها بيقعد يصلي علشان بنته تخف لانها تعبانه جدا من قله الاكل، ولكن بعدها بنته بتموت وبيدفنها. وبعدها بيقعد يمشي لحد ما بيوصل لغابه، وبنشوف انه لما وقع وتعور الجرح اللي في ايده اتلم، وبيلاقي فاكهه وبيقعد ياكل منها، وبيكون الاكل ده بتاع اله واقف قدامه، وبيكون جور تابع او مؤمن بالاله ده، وبيكون الاله ده لسه قاتل واحد شايل سيف اسمه سيف النكرو. وجور بيقول له ان الارض جفت وما بقاش في اكل، فبيطلب منه انه يسيبه ياكل وان بنته ماتت بسبب قله الاكل. فالاله قال له ما هو الهدف انكم تعانوا علشان الهتكم تعيش. فجور قال له انت مستحيل تكون اله، وخلع السلسله اللي كان لابسها وقال له انا بتبرى منك. فالاله قام ومسكه من رقبته وكان عاوز يقتله. ومره واحده في حد بيكلم جور وبيقول له اقتل كل الالهه وانتقم، وسيف النكرو بيترفع لايده وبيتقال له كمان اتبعني وهتلاقي خلاصك. وفعلا جور مسك السيف وقتل الاله، والاله بيقول له ما دام السيف اختارك يبقى انت ملعون. فقال له جور انا حاسس انها نعمه مش لعنه، وده قدري اني اموت كل الالهه. وبعدها بنشوف كروك وهو بيحكي لشويه اطفال حكايه ثور، وانه نشأ كمحارب وكان بيروح المعارك من وهو صغير، وبعدها قعد يكبر ويكبر ويكبر وكان عنده علاقات نسائيه كتير، ولكن اكتر واحده حبها كانت من كوكب الارض واسمها جين. بس ثور فقدها وفقد ناس كتير زي ابوه وامه واخوه وهيمدال، وشاف كوكبه بينفجر قدامه. وبعدها وزنه زاد وبقى بكرش وبطل يحب ويتعلق بحد، بس كان بيرجع للقتال بسرعه وتعاون مع فريق جارديانز اوف ذا جالاكسي. وبعدها قعد يتمرن ويتمرن بس بطل يبحث عن الحب، وعرف انه مش بارع غير في المعارك. وجيك ويل وطلب من ثور مساعده علشان يفوز في معركه، وقام ثور راكب على المطرقه واتجه على المعركه دي، وبيقابل اهل الكوكب اللي المفروض ثور بيحارب علشانهم، وبيطلبوا منه انه يساعدهم ويقضي على العدو اللي بيهاجمهم وبيهاجم المعبد بتاعهم. فقام ثور مستدعي المطرقه بتاعته وبيستجمع قوته وخلص على الاعداء كلهم لوحده، ومع انه دمر المعبد بتاعهم وهو بيعاركهم، بس قشطه مش مشكله. وبعدها بنشوف جين وهي في المستشفى وهي بتعمل تحليل دم، والدكتور بيبلغها بعدين ان حالتها مش كويسه والعلاج الكيميائي ممكن ما يقدرش يساعدها، بس بتشوف كتاب الفايكنج قدامها وبتشوف جواه مطرقه ثور، ومكتوب تحتيها انها بتمنح صاحبها القوه والروح والصحه الجيده. وبعدها بنروح لاسجارد الجديده الموجوده على كوكب الارض اللي عايش فيها شعب اسجارد، وبيكون موجود مطرقه ثور القديمه المتكسره في المتحف، وبتروح جين تبص عليها، ومره واحده الحجاره بتترفع وكانها هتتلقم مع بعض. وبنروح لثور واهل الكوكب بيشكرونه ودافع عنهم وبيدوله معزتين هديه. وبعدها بيركبوا المركبه بتاعتهم وبيشوف ان في الهه كتير بتموت الفتره دي، وبيشوف ثور فيديو لواحده بتستنجد بيه، وثور خد بعضه ورايح لها، بس كويل قال له ان في ناس كتير في ورطه فلازم ننقسم فرقتين، وبيتقسم فعلا فرقتين ثور وكروك مع بعض وباقي الجارديانز مع بعض. وبيروح للست اللي كانت بتستنجد بيه اللي اسمها سيف وبيلاقيها لسه عايشه، ولما بيسالها ايه اللي حصل قالت له انها كانت بتلاحق راجل مجنون لحد هنا وطلع عامل لها فخ، والراجل ده اسمه جور قاتل الالهه وعاوز يقتل كل الالهه وتدور على اسجارد. وبعدها بنشوف جور وهو عند قريه اسجارد اللي في كوكب الارض، ومره واحده قام مطلع وحوش فيها وبيهاجموا البلد، وفالكري طلع تدافع عن البلد وبتهاجمهم، وبيظهر ثور كمان وبيهاجم الوحوش دول. بس ثور بيتفاجئ ان المطرقه القديمه بتاعته موجوده وبتهاجم الوحوش، وثور لما بيطلبها مش بتروح له، وبيطلع طبعا ان جين هي المتحكمه في المطرقه ولابسه لبس زي ثور، وبتستعمل المطرقه بطريقه حلوه وبتهاجم بيها الوحوش كلهم كاجزاء وبترجع تلتئم تاني. وثور ما كانش عارف هي مين في الاول، واتفاجئ لما عرف انها جين. وكروك بيحكي قصه الحب اللي كانت ما بين ثور وجين وانهم اتجوزوا، وثور كان في مره بيكلم المطرقه بتاعته وبيقول لها انا عايزك تفضلي تحمي جين للابد، ومن غير ما يقصد الكلمتين اللي قالهم دول اتعملوا كتعويذ على المطرقه، وعلاقه ثور وجين ما استمرتش كتير وانفصلوا. وبنرجع للمعركه تاني وبيكون ثور مستغرب ازاي عرفت تشيل المطرقه، ولما بيبص وراه بيلاقي جور قاتل الالهه، ومره واحده بيختفي وبيهاجم ثور من وراه، وبيبدا يواجهوا بعض، وبيكون جور قوي جدا وند قوي لثور، بس لما بيلاقي نفسه هيحارب ثلاثه قام خالع، والوحوش بتاعته خطفوا اطفال من البلد، وثور وصورة راحوا يدوروا عليهم وما لقوهمش، وبيقعدوا يتكلموا هما شافوا بعض اخر مره امتى وازاي انفصلوا، وكان واضح انهم وحشوا بعض. وبتعم حاله الفوضى في البلد بعد العيال اللي اتخطفوا، وكل بيستنجد بالفالكري الملكه بتاعتهم، وثور بيبقى واقف وباصص على مطرقته القديمه وبتكون وحشه جدا، وبيحاول يستدعيها بس ما بتجيش وبتجيله المطرقه الثانيه. وبعدها بيهدي الناس وبيقول لهم ما تخافوش، وبيوعدهم ان عيالهم هترجع، وبيقعد يتكلم مع جين وفالكري عن جور والسيف اللي معاه، وبيقول لهم ده سيف قديم بينتقل ما بين المحاربين من ساعه ما اتعمل، وبيقدر يقتل الالهه وبيقتل كمان صاحب السيف اللي ماسكه ببطء. وبعدها بيكلموا طفل من الاطفال اللي اتخطفوا اسمه اكسل، وقدر يتواصل مع ثور عن طريق السحر، وقدر يخلي ثور يجيله بروحه بس ويشوف كل الاطفال. وثور بيطمن الاطفال انه معاه فريق دلوقتي وهيحررهم، ولما بيبص حواليه بيعرف هما فين بالظبط، وانهم في عالم اسمه عالم الظلال، علشان على حد وصفه العالم ده في كل الوان الخوف. وفالكري بتقول جور هو ملك الظلام ودلوقتي هو في مملكه الظلال، يعني هيكون اقوى مننا. فقال لها ثور صح، ما ينفعش نروح ببساطه، ممكن يكون عامل لنا فخ، فاحنا محتاجين كل الدعم. فبيقرر هو وفالكري انهم يروحوا مكان اسمه المدينه العظيمه، وهناك في اقوى الالهه في الكون ومنهم الاله زيوس. وثور بيقول لجين احنا ممكن نشكل اقوى فريق من هناك. وبعدها بيجهزوا سفينه وهيشحنوها بقوه المطرقه علشان يسافروا بيها، وثور بيروح عند مطرقته القديمه وبيقعد يكلمها، وبتخش
بتخش عليه جين وبيسألها ازاي اجتمعت وانتي والمطرقة، فبتقول له انا حسيت انها بتناديني ولما رحت ابص عليها لقيتها بتلتئم وتشكلت تاني ومسكت في ايدي. وسور بيتبسط علشانها وبيمسك المطرقة وبيلاقيها بتتشال معاه عادي وبيديها لها، وبتكون جين مترددة تيجي معهم ولا لا، بس فالكري بتشجعها انها تيجي وبيجهز سور واللي معاه علشان ينطلقوا وبيودعوا شعبهم، والمعزتين بيجروا السفينة وبيسافروا بقوة المطرقة وبيوصلوا للمدينة العظيمة. وجين بتسأل سور هل انت اتجوزت او مصاحب دلوقتي، فبيقول لها لا انا ما بقتش فاضي ومشغول جدا دلوقتي. وفالكري بتسأل سور هو انت لسه معجب بيها، وهو قاعد يستعبط وبيقول لها لا خالص ما بقاش في اي مشاعر ما بيننا دلوقتي. وبنروح للاطفال وبنشوفهم وهم قاعدين، واكسل بيقول لهم ان جوهر وميزه سور انه دايما بيرجع. لما المطرقه بتاعته اتدمرت اتصرف وعمل واحده جديده من قوه نجم ميت، وبالمطرقه الجديده دي صحك راس ثانوس، وبيخش عليهم جور وبيخوفهم وبيقول لهم دي قصه حلوه جدا، وبيقول لهم بمناسبه الرؤوس اللي بتتقطع عم قاطع قدامهم راس وحش من وحوشه، وبيسال الاطفال الالهه بتاعتكم اللي انتم بتؤمنوا بيهم فين هم دلوقتي، مش المفروض يحموكوا؟ فقالوا له سور جاي وهينقذنا، فهو بيستهزئ بيهم وبيقول لهم اه طبعا لما نشوف. وبنروح لسور واللي معاه وفالكري بتجيب لهم لبس جديد يلبسوه علشان يبقوا شبه اهل المكان ده، ولما بيخش جوه بيشوفوا اله السحر واله الاحلام واله الفطاير والهه تانيه كتير، وكل الناس بتهتف باسم اقوى اله فيهم الاله زيوس. وبيظهر بعدها زيوس وسور بيقول انه معجب جدا بيه علشان هو اله البرق وانا اله الرعد فانا بعتبره مثلي الاعلى. فبتقول له جين ده كلام حلو، بقول له بقى الكلمتين دول علشان يدينا جيش نحارب بيه. وفالكري بتقول لهم احنا محتاجين الرمح اللي معاه، وسور بيقول لهم استنوا شويه وانا هقوم اكلمه. فزيوس سمعهم وهم عمالين يتكلموا، وفالكري بتقول له يستحسن تقوم وتكلموا دلوقتي علشان بدات تتخنق من المكان ده. فقام سور علشان يكلمه وزيوس قال له مش سامعك تعال قرب شويه، وبيقعد يتريق عليه وبيضحك عليه الناس. وبيروح لسور وبيطلب منه جيش علشان يتصدى لواحد مجنون اسمه قاتل الالهه، وبيقول له هو قتل الالهه كتير وبقت في كواكب مش محميه وبقت متدمره بسببه، وانا عارف مكانه وبمساعدتكم هنسحقه قبل ما يقتل حد تاني. فبيقول له زيوس اللي انت بتتكلم عنه ده قتل اتنين الهه ضعاف جدا فمفيش قلق منه، اما انت بقى فقعد على جنب كده واخرس. فسور مش بيسكت وبيقعد يتكلم، وزيوس بيقول له انا قلت لك اخرس بدل ما تردك، وسور برده مش بيسكت وبيقول له احنا لازم نتصرف الموضوع جد. فزيوس قام هاجمه ومكتفه ومقلع هدومه، وبيبان وشم لوكي اللي عامله على ظهره، وساعتها زيوس بيعرف ان ده سور علشان كل ده ما كانش عارفه. وبيقول له زيوس كل اله بيهتم بقومه ومشاكل اسجارد بيحلها اهل اسجارد، فبيقول له سور ده انا طلع مثلي الاعلى واحد خواف. فزيوس بينزله بيقول له اولا انا فعلا خايف لان جور معاه سيف النايكرو يعني يقدر يقتلنا كلنا، وثانيا انا عارف انك عاوز تتصرف وده شيء كويس، بس انت جاي وبتقولها علنا قدام الناس وبتصير الزعر وده شيء مش كويس، واحنا هنا في امان فاهدى واستمتع وكل حاجه هتلاقيها عندنا. فسور بيقول له لو مش عاوز تساعدنا على الاقل اديني الرمح بتاعك، وزيوس بيقعد يعمل عرض استعراض بالرمح وبيرفض، وبيقول للالهه محدش يقلق جور وعمره ما هيوصل للخلود. فجين بتسال هو يقصد ايه بالخلود، ففالكري بتقول لها الخلود هو كيان قوي في الكون وهيحقق رغبه اول شخص يوصل لها، وسور بيقول هو لو وصل للخلود فرغبته هتكون انه يقتلنا كلنا مره واحده. فزيوس بيقول له مش هيوصل لانه معوش مفتاحها، فبيقول سور ده اللي احنا وصلنا له والالهه مستخبيه وخايفين، وبيقول انا هقدر اوقفه لوحدي. فزيوس بيقول له مش هيحصل ومش هسيبك تمشي من هنا علشان لو مشيت جور ممكن يمسكك وتقول له على مكاننا، وبينادي على الحراس علشان يحبسوه. فبتبدا جين وفالكري وكورج وسور بالهجوم على الحراس دول، وزيوس لما شاف حراسه بيتهزموا قام مهاجم على كورج ومحطمه، فسور اتعصب عليه وقام زيوس مهاجم سور بس هو قدر يمسك الرمح ويسيطر عليه وقتل بيه زيوس. ولما بيروح يطمن على كورج بيلاقيه عايش من وشه بس، وبينادي كورج على السفينه وبتخش، وبتروح فالكري تسرق رمح زيوس وبيهربوا، وسور بيسيب الرمح لفالكري وبيقول لها ده مش نوعي من الاسلحه، وبيقعد يتكلم مع جين وبيحاول يقول لها انهم يرجعوا بطرق غير مباشره بس هي مش فاهمه. فبيقول لها انا طول الفتره اللي فاتت كنت ببعد الناس عني علشان خايف اخسرهم زي كل مره، لكن المره دي انا عاوز اعيش وكانه اخر يوم في حياتي وعاوز ابقى جنبك. فبتقول له انا عندي سرطان بقالي 6 شهور وكنت خايفه طول الفتره دي لحد ما سمعت صوت المطرقه بتكلمني واعتمدت على قوتها، بس مش عارفه هل انا بتحسن ولا لا. فبيقول لها سور محدش عارف بكره مخبلنا ايه، وما دام المطرقه اختارتك يا بنتي تستحقيها، وانا اول ما قابلتك كنت غير جدير بيها وما كنتش عارف اتحكم بيها قوي، وانت قدرتي تقنعيني ان مفيش اهم من مساعده الناس، فاي حاجه انت هتواجهيها نواجهها سوا. فهي بتقول له اللي انا عايزاه دلوقتي اننا نرجع العيال دي لاهاليهم وننفذ المهمه دي، وبيبوسوا بعض. وبعدها فالكري بتقاطعهم وبتقول لهم احنا وصلنا لكوكب الظلال، ومره واحده بيلاقوا نفسهم في عالم ابيض واسود ومفيش الوان، وبيخبطوا في الكوكب وبيهبطوا وبينزلوا منه، وبيلاقوا خيمه قدامهم وبيخشوا وبيدوروا فيها وبيوصل لهم جور، واول ما بيشوفوه بيهاجموه بس هو بيفادي ضرباتهم وبيقدر يشيل حركتهم، وبيقول لسور انت مفكر انك هتوقفني بالاسلوب ده؟ فسور قال له انت محتاج تكلم دكتور سنان الاول، وبيقول له قول لي فين الاطفال والا هقتلك، وبيقول له جور انت رحت وطلبت المساعده من الالهه ومحدش ساعدك فشكلنا كده شبه بعض، وبيقول لفالكري انا بس عاوز احقق السلام الحقيقي. فبتقول له ازاي وانت عاوز تقتل كل الالهه؟ فبيقول لها الالهه دول خذلوكي وسابوا اختك تموت، وبيروح لجين وبيعرف انها مريضه وقربت تموت، وبيقول
بيقول لها احنا الاثنين على نفس المسار، السيف اداني القوة والمطرقة اديتك القوة، بس مصيرك مش هيتغير والالهة هيقتلوكي في الاخر. وبيروح يقول لسور انها هتموت قريب وانت مش هتقدر تساعدها، وبيحكي له انه كان عنده بنت واعتمد على ايمانه بالالهة وافتكر انها هتعيش بس في الاخر ماتت، بس برضه بنتي محظوظة علشان مش هتكبر وتعيش في عالم كله معاناة وألم تحت سيطرة الالهة الشريرة. وبيقعد يزن عليه وبيقول له استدعي المطرقة بتاعتك، وبيقعد يخنق في جين قدامه، فسور استدعى المطرقة وتحرروا منه، وجور بيستدعي لهم شوية وحوش تحاربهم وبيروح يحارب سور، وجين وفالكري بيحاربوا الوحوش دول، وجين بتكون تعبت شوية فسور بيروح يحارب معاها، وبيقعدوا يبدلوا، فالكري بتروح تحارب جور برمح زيوس لكن جور بيقدر يقتلها، وسور بيهجم عليه بالمطرقة وجين بتاخد فالكري وبيمشوا، وفضل سور مهاجمه بالرعد بتاع المطرقة لحد ما جور ما قدرش يستحمل وخلع، وسور كان هيمشي ويطير من الكوكب بس جور مسكه من المطرقة وشدها منه وعرف ياخدها، وسور كان مشي خلاص. ولما وصلوا للأرض جين كانت تعبانة جدا وبتقع ومش بتقدر تتحرك، وبيوديها سور على المستشفى وبيعرف من الدكتور ان جسمها ضعف من محاربة السرطان، وبيخش عليها وبيطمنها ان فالكري كويسة، وبيقول لها انا هروح بسرعة اقتل جور وحرر الاطفال وهرجع لك، وبيقول لها كمان ان المطرقة بقت خطر عليكي علشان كل مرة بتستخدميها بتسحب القوة من جسمك، وبتكون هي عاوزة تروح تحارب معاه بس بيقول لها انت عندك فرصة تعيشي ولو استخدمتيها ممكن تموتي، وبيقول لها انا لسه بحبك فعاوزك تكوني بخير علشان نعيش مع بعض بكرة، وبيسيبها وبيمشي، وبيطلع يقابل فالكري وبتطلع انها فقدت كلية عندها بسبب الغزة بتاعت جور، وبتقول له انا لو رحت معاك ممكن اموت والاطفال ما ترجعش في الاخر فهروح لوحدك، وبتقول له كل اللي عليك انك تدمر السيف علشان ده مصدر قوته، وبتديله رمح زيوس وبينطلق بيه، وبنشوف ان جور وصل لمكان الخلود وقدر يفتح البوابة باستخدام مطرقة سور، وسور بيوصل ساعتها للاطفال وبيقعد يشجع في الاطفال علشان يحاربوا معاه، وبيخليهم يجيبوا اي حاجة مرمية في الارض علشان يحاربوا بيها، وبيستخدم قوته وقوة الرمح وبيمد الاطفال كلهم بقوة من الرمح، وبيهاجموا كلهم على الوحوش بتاعت جور وكانوا قادرين يموتوهم، وسور راح لجور وبدأت المواجهة الاخيرة ما بينهم، وكل ما سور كان بيتضرب كانت جين بتحس بيه، وجور كان قوي جدا وقدر يوقع سور وكان هيموته بالسيف بس سور لحق نفسه في اخر اللحظة، ومرة واحدة جور بيتضرب وبيطلع ان جين وصلت وهي اللي ضربته، وسور بيكون متضايق انها جت بس بيقعدوا يضربوا في جور، وبيقدر سور يوقف بوابة الخلود وبياخد المطرقة بتاعته واداها للطفل اكسل علشان ياخد الاطفال ويرجعوا لبيوتهم، وبتكون جين اتبهدلت من معركتها مع جور وبيخش سور يكمل مكانها، وجين بتحذف المطرقة بتاعتها وبتكسر بيها السيف بتاع جور نهائيا، وبترجع المطرقة تلتئم بالسيف بتاع جور، بس بتكون البوابة اللي جور عاوز يفتحها اتفتحت فعلا وبيخشها، وبيلاقي سور وجين نفسهم في مكان غريب، وجور واقف قدام كيان اغرب، وده اللي عن طريقه يقدر يتمنى انه يقتل كل الالهه بما فيهم سور، وسور بيحاول يوقفه وبيقول له انا متفهم المك بس مش هي دي الطريقه اللي هترضي بيها نفسك، وبيقول له انت مش بتدور على الانتقام انت بس محتاج الحب اللي كلنا بندور عليه، واداله ظهره ورايح لجين، فبيقول له جور انت ازاي تجرؤ وتديني ظهرك وانا بكلمك، فقال له سور انا اكيد مش هقضي اخر لحظاتي معاك بدل ما اقضيها معاها، وبيقول له انت دلوقتي قدامك الخيار وتقدر باستخدام الكيان ده انك ترجع بنتك، ولما بيروح سور يطمن على جين جور بيشوفهم وبيفتكر بنته لما كان حاضنها، فبيقول جور انا هموت كمان شويه بسبب السيف ولو رجعتها هتبقى وحيده، فجين بتقول له لا مش هتبقى وحيده، وبتبص لسور، وقام رايح جور ومرجع بنته لاف للحياه وهو بيشوفها وبيحضنها، وبعدها بتودع جين وبتموت ما بين ايدين سور، وجور بيقول لسور احمي بنتي وخليك جنبها، وسور بيوافق، وبعدها على طول جور بيموت، وبيتعمل تمثال لجين في اسجارد وهي شايله المطرقه، وبنشوف كل الاطفال بعد ما رجعوا لاهاليهم تاني، وكروك جسمه نما تاني وقابل واحد اسمه ديوين، وسور بقى بيربي بنته جور لاف وبقى سعيد ومبسوط جدا معاها ولقى حد بيحبه وعايش علشانه، وبياخد هو مطرقته القديمه اللي كانت مع جين وبيدي لاف المطرقه التانيه، وبعدها بنشوف زيوس لما سور قتله بيقول انا نفسي سور يموت، وبيقول الكلمتين دول لابنه هركليز، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، واستنونا في الحلقات اللي جايه، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوا الحلقات اللي جايه، وباي باي.